رجعنا لحضراتكم عشان يكون معانا على شاشة 7 داي سبورت أول حوار حصري لبرونو سافيو في قناة النادي الأهلي وفي مصر. بنرحب بيك برونو سافيو على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج 7 داي سبورت. مساء الخير، أتمنى أكون الكل بخير، ومن الشرف ليا أن أنا أكون متواجد على قناة النادي الأهلي وأكون متواجد معاكم. وشرف لينا هنا في 7 داي سبورت أن احنا نكون معاك في أول انترفيو ليك.